بسم الله الرحمن الرحيم. Hello everybody, hello my students. This is lecture 8 about the pathogenesis of viral diseases. هذه المحاضرة هي سنتحدث فيها عن إمراضية الفيروسات والتي يقصد بها الطرق الرئيسية من الانتري او فيروس، دخول الفيروس الى داخل الهوست بودي، والتي تنتهي بعد ذلك بعد مرورها بعدة مراحل تنتهي بالشيدنج اوف فيروس from the host body. الامراضية اللي تتضمن دخول الفيروس، ويمر الفيروس بعدة مراحل داخل الجسم الهوست بودي، داخل جسم المضيف، لينتهي بعدها بعملية الأخيرة أو الخطوة الأخيرة اللي تسمى بالإفراز الفيروس إلى خارج الجسم الهوست بودي، وكيفية انتقاله من مضيف إلى مضيف آخر. في البداية سنتطرق إلى بعض التعاريف. Viral pathogenesis. What is the meaning of viral pathogenesis? Viral pathogenesis is the process that occurs when a virus infects a cell and causes cellular changes. الإمراضية راح تكون هي عملية أو هي العملية التي يتم خلالها أنه الفيروس يصيب الخلية بمعنى الهوست سيل، لتتكون بعدها تغيرات خلوية بالهوست. Pathogenesis is a subset of events during an infection that results in disease manifestation in the host. الباثوجينيسيس هي بشكل عام، هذا المصطلح هو عبارة عن سلسلة من الأحداث التي تحدث بعد دخول العامل المسبب للإصابة. والتي بعدها يتكون الديزيز. A virus is pathogenic for a particular host if it can infect and cause signs of disease in that host. A strain of a certain virus is more virulent than another strain if it commonly produces more severe disease in a susceptible host. الفيروس اللي يسبب المرض مثل البكتيريا شو نسميه؟ نسميه pathogenic إذا كان له القدرة على إحداث الإصابة والمرض، نسميه pathogenic. Pathogenic bacteria, pathogenic parasite, pathogenic virus. كيف هذا أنه أصبح ممرض؟ أصبح ممرض وذلك لأنه يمتلك بعض الفيرولنس فاكتورز اللي تأهله أو تمكنه أنه يسبب الإصابة. كل ما كان الفيروس يمتلك عوامل فوعة عالية،
كل ما كانت الإصابة أخطر. بالنسبة إلى stages of viral pathogenesis، المراحل بشكل عام، كل مصدر راح تشوفه يقسمه إلى عدة مراحل، أما رئيسية أو المراحل الرئيسية والثانوية، لكن بشكل عام هذا للإطلاع. هذا ال or this picture is just for use as a notification notes. Okay. بالنسبة إلى الستيجز in viral process، حتى تحدث الإصابة مثل ما شرحناها بالمحاضرة السابقة أو المحاضرات الأولى، يجب أن يحدث دخول للفيروس entry of the virus. into the host body. دخول الفيروس، بعد أن دخل الفيروس هناك عوامل تأهله أنه يصير attachment بينه وبين الريسبترات الموجودة على الهوست سيل، هذه ذكرناها سابقا. يدخل الفيروس إلى داخل الخلية الهوست سيل لتبدأ المرحلة الثانية اللي هي الريبليكيشن. إذن صار عندنا entry of virus، بعدها replication of virus inside the host cell. هذا التكاثر راح يكون في منطقة الإصابة، فيسموه بالتكاثر أو التضاعف الأولي. إذن في كل الأحوال هنا صار عندنا شنو؟ تضاعف. بعدها الفيروس will spread to another sites of body. الفيروس راح ينتقل إلى أماكن وينتشر إلى أعضاء أخرى أو أنسجة أخرى في الجسم. كيف راح يتم السبريد اللي هو الانتشار الفيروس من منطقة الدخول ليبدي الانتشار؟ راح يكون أما عن طريق الدم البلود ستريم أو الليمف. وجود الفيروس بالبلود ستريم يسمى فيريميا. فيريميا انتقل عن طريق البلود فيزلز، لحيث الفيروس will spread to the maybe liver, kidney, brain, lungs, etc. بعد هذا الانتشار وصل إلى الأنسجة الأخرى، في هذه الأنسجة راح يبدي بالتضاعف من جديد، على شرط أن يكون لهذا الفيروس ريسبتر على هذه الأنسجة. بدون الريسبترات ما يستطيع أنه الفيروس يدخل إلى داخل الخلايا الكبد أو داخل خلايا الأمعاء وهكذا. بعدها تحدث الإصابة وتبدي الكلينيكال سيمبتومز تظهر، و بعدها راح تبدي عملية الشيدينج، إفراز الفيروس إلى خارج الجسم. إذن هناك ثلاث أو أربع مراحل رئيسية اللي هي الانتري دخول الفيروس، ريبليكيشن تضاعف الفيروس في منطقة الإصابة، سبريد from the entry site to the other site of the body، and then the virus will enter the blood and this called viremia, and then spread to another, to the secondary tissue or organs.
last step, the virus will shed out of body. نجي إلى هذه الـ steps. إذن نضع عندنا سؤال وهو What are the steps of viral pathogenesis? ما هي خطوات الـ viral pathogenesis؟ طبعا الخطوات main steps of viral pathogenesis، الخطوات الرئيسية. أول خطوة راح تكون هي الـ entry and then primary replication. الفيروس دخل إلى داخل جسم الإنسان أو الحيوان، في منطقة الدخول راح يحدث الـ primary replication اللي هو التضاعف الأولي. إذن هذه أول خطوة، الدخول، وبعد الدخول راح يكون عندنا الـ primary replication. فهنا يفضل أن نكتب entry then primary replication. Okay. Most viral replication or infections are initiated when viruses attach and enter cells of one of the body surfaces, skin, respiratory tract, gastrointestinal tract, urogenital tract and conjunctiva. إذن هنا بالنسبة عندنا إلى خطوات الفيروس، الخطوات الفيروس إحنا مثل ما قلنا الدخول. طيب كيف يدخل الفيروس إلى داخل جسمنا؟ ما هي طرق الانتري؟ ما هي طرق دخول الفيروس إلى داخل الهوست سيل؟ الانتري راح تكون إلى داخل الهوست سيل أو الهوست بادي بعدة أماكن. يا أما راح يدخل الفيروس إلى جسم الإنسان أو الحيوان عن طريق السكن أو الريسبيراتوري تراكت، الجهاز التنفسي، أو الجهاز الهضمي، أو الجهاز البولي التناسلي، أو راح يكون عن طريق العيون وملتحمة العين وغيرها. هذه هي الطرق الرئيسية لدخول الفيروس. بعد دخول الفيروس إلى داخل المنطقة اللي اخترقها، the virus will enter the host through the mucosa of the respiratory or gastrointestinal tract. إذا كان الفيروس يدخل عن طريق الدخل إلى عن طريق الأنف أو الفم، فيجب أنه يخترق الميوكوسا اللي هي الطبقة المخاطية المبطنة للأنسجة، ليصل بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من الريسبيراتوري تراكت والجاسترونتستينال تراكت. بعض الفيروسات تدخل إلى الجلد مع بعد أن تخترق الجلد تذهب إلى البلد ستريم. مع البلد ستريم راح تنتقل إلى أعضاء أخرى أو أنسجة أخرى بالجسم. طيب نضع يمنا سؤال، ما هي الفيروسات التي تدخل مع أو عن طريق الwounds needles لتذهب إلى blood stream وتسبب الإصابة؟ What are the viruses that enter the host body through wounds, needles, burns، جروح، حروق، عن طريق شكة الأبر مع الأبر الملوثة contaminated needles،
من هي؟ حيكون عندنا الشائعة هيباتيتس بي اند سي فيروس، هيومن اميونو ديفيشنسي فيروس اللي هو الايدز اتش اي في، فيروسات اللي تسبب هيموراجيك فيفر، الحمى النزفية، كورونا فيروس اتسترا. اوكي، قد تدخل الى الجسم ايضا عن طريق البلاد ترانسفيوجنز نقل الدم، اور انسكت فيكتورز الاربو فيروسز، او تدخل عن طريق النواقل او عن طريق الحشرات الناقلة للفيروسات، يعني مع عضة الحشرات، فقد تنتقل مثلا انواع من الفيروسات تسمى بالاربو فيروس. اذا نعيد اللي ذكرناه على السريع قبل قليل. هناك خطوات رئيسية للفيرال باثوجينيسيس. اول خطوة هي الانتري، دخول الفيروس into the host body، دخول الفيروس الى داخل الجسم الهوست بودي، راح يكون بعدة طرق، اما عن طريق السكن، respiratory tract, gastrointestinal tract, urogenital tract and conjunctiva ملتحمة. هناك بعض الفيروسات اللي تدخل عن طريق السكن، الwounds, needles, burns, blood transfusion, insect، هذه تدخل عن طريقها وتذهب الى blood stream، تغزو الدم. مثل ايش؟ مثل الهيباتيتس بي فيروس اند سي فيروس، هيومن 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 اميونو ديفيشنسي فيروس اتسترا. الميكانيزم او فيرال انتري، الميكانيكية الدخول، بالنسبة الى ميكانيكية الدخول after entry the viral nucleic acid and virion associated proteins interact with cellular macromolecules to ultimately produce new virions. That are released from the host cell by shedding or cell lysis. يعني هنا بالنسبة إلى الفيروس حتى بعد دخوله طبعا راح تحدث عملية التضاعف الأولي الـ primary replication، لكي يتم بعدها الغزو الفيروس، أما يبقى في مكانه أو ينتشر إلى أماكن أخرى في الجسم. إذا صار عندنا أول خطوتين هو الانتري then primary replication، دخل في الجلد ومثلا صار تضاعف الفيروس في الجلد، هذا يسمونه primary replication، أو ينتقل بعد عبوره للجلد راح يدخل إلى blood stream ويذهب إلى مناطق أخرى بالجسم. viral spread and cell tropism. طيب كيف يتمكن الفيروس أنه ينتشر من منطقة دخوله إلى أماكن أخرى بالجسم؟ How can the virus spread from the site of entry to the other site of a human body؟ شو راح ينتقل من منطقة دخوله إلى مناطق أخرى بالجسم؟ Some viruses such as influenza viruses، بعض الفيروسات مثل فيروسات الانفلونزا اللي هي تسبب respiratory infection، أو عندنا فيروس النورو viruses اللي يسبب gastrointestinal tract infection، produce disease at the portal of entry،
هذه الفيروسات إذا دخل الفيروس الإنفلونزا عن طريق respiratory tract فهو رح يبقى بالrespiratory tract ويسبب الإصابة بالrespiratory tract. يسبب المرض at the portal of entry في مكان الدخول and typically do not spread systematically وهو لا ينتشر جهازيا. لا ينتشر جهازيا أي لا ينتشر من مكان الإصابة أو مكان الدخول إلى مناطق أخرى في الجسم. This called local infection. إذن هناك مصطلحين يجب أن نفرق بيناتها. هناك مصطلحين يجب أن نفرق بينهما. المصطلح الأول ثبتوا يمكم local infection. Local infection اللي هي إصابة موضعية، هذه جدا مهمة. المصطلح الآخر systemic infection. Systemic infection أيضا ثبتوا يمكم. هذا المصطلحين مهم جدا. Local infection أنه الفيروس يبقى في مكان دخوله and do not spread systematically، أنه يبقى في مكان دخوله ويتضاعف في مكان دخوله لكن ما ينتشر إلى أماكن أخرى بالجسم. مثل إيش؟ مثل إنفلونزا فيروس دخل عن طريق الجهاز التنفسي، عن طريق بالتحديد الأنف والفم، الأنف، ويبقى في الجهاز التنفسي بدون أن ينتشر إلى أماكن أخرى في الجسم. فإذا بقى في مكانه وما انتشر إلى أماكن أخرى بالجسم هذا راح يسموها إصابة موضعية local infection. أما إذا كان الفيروس تضاعف في مكان دخوله ثم انتشر إلى أماكن أخرى في الجسم هذه الحالة راح يسموه cold systemic infection، تسمى systemic infection أي الإصابة الجهازية. Some viruses can spread to distant sites. بعض الفيروسات تستطيع أن تنتشر إلى أماكن أخرى في الجسم. For example, cytomegalovirus, HIV, rabies virus, and cause additional disease. يعني مثلاً الرابيز فيروس اللي هو فيروس داء الكلب، هذا الفيروس يدخل إلى الجسم الإنسان مع عضة الكلب موجود في اللعاب الكلاب، ويدخل عن طريق عضة الكلب إلى جسم الإنسان وينتقل بعدها من مكان الدخول، ما يبقى فقط في مكان دخوله اللي هي مكان العضة، لا رح ينتقل إلى الدماغ ويسبب قد يسبب الوفاة إذا لم تكن هناك يكون هناك العلاج بالوقت اللي ما يكون به الفيروس وصل إلى البرين. أوكي، إذن هناك مصطلحين يجب أن نفرق بينهما اللي هي local infection و systemic infection، ضيفوها إلى المحاضرات. طيب الانتشار spread راح يكون يا أما عن طريق blood أو الليمف. صار كم خطوة؟ الخطوة الأولى entry and then
primary replication. Viral spread and the mechanism of viral spread are done by bloodstream or lymphatics. يعني انتشار الفيروس راح يكون يا اما عن طريق مجرى الدم او الليمف. The presence of virus in the blood is called viremia. وجود الفيروس في الدم يسمى فيريميا. فعن طريق الدم او الليمف راح ينتقل الفيروس من منطقة الدخول الى ينتشر الى اماكن اخرى بالجسم. Okay. For example, Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus. هذا الفيروس يتضاعف داخل الخلايا اللمفاوية ويسبب أنه ينتشر مع الخلايا البيضاء من منطقة إلى منطقة أخرى بالجسم مع الدم، يدخل بداخل الخلية البيضاء ثم يبدي ينتشر عن طريقها إلى من مكان إلى مكان آخر. طبعا هذا الفيروس ممكن أنه يسبب كانسر. بعض الفيروسات تنتشر عن طريق النيورال أكسون. النيورال أكسونز اللي هي المحور العصبي أو المحاور العصبية. هذا هو الأكسون، فينتقل الفيروس عن طريق الأكسون من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى مجاورة. أوكي. إذن ميكانيكية الانتشار الفيروس راح تكون بطريقتين رئيسية: bloodstream lymphatics or by neural axons. أما عن طريق مجرى الدم أو الليمف أو الطريقة الأخرى راح يكون عن طريق المحاور العصبية. وجود الفيروس بالدم مثل ما قلنا راح يسموه بالفيريميا، والمثال عليه هو إبشتان بار فيروس. وعندنا فيروسات الحصبة إلى آخره. أما بالنسبة إلى النوع الآخر اللي تنتقل من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى، راح المثال عليه هو الريبيز فيروس اللي ينتشر قلنا قبل قليل من مكان العضة إلى البرين. وكذلك عندنا فيروس الهربس سيمبلكس فيروس. الهربس سيمبلكس فيروس فيروسات بها تايب 1 and تايب 2. هذه الفيروسات ممكن أنه تبقى، طبعا هي اللي تسبب لطمة حمى، ممكن أنه تبقى بشكل كامل، ومن تخفض المناعة راح يبدي ينتشر مرة أخرى بالجسم. هذا هو الهربس سيمبلكس فيروس. أوكي. يظل متواجد بمنطقة الإصابة ويظل بشكل كامن في هذه المنطقة. هذا الريبيز فيروس كيف ينتقل مع العضة إلى العضلات ثم إلى الخلايا العصبية وبعدين من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى ليصل إلى الدماغ. طيب، عندنا مصطلح يسمى بالفيرال تروبيزم. ما هو الفيرال تروبيزم؟
Viral tropism, viruses tend to exhibit organ and cell type specificities. يعني الفيروسات تكون متخصصة في إصابتها للخلية. Specificities يعني متخصصة إلها، فتتخصص بإصابة نوع معين من الخلايا دون أخرى. قبل قليل قلنا أنه الريبيز فيروس يستطيع أنه ينتقل من مكان العضة ثم من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى. ليش؟ لأن عنده ريسبترات على هذه الخلايا. إذن هو متخصص في إصابته لهذه الخلايا. ما يذهب إلى الأمعاء، ما يذهب إلى الكبد مثلا. ليش؟ لأن ما عنده ريسبترات على هذه المستقبلات، ما عنده، فما يصيبها. هذا يسمى viral tropism. إذن viral tropism أنه الفيروسات إلها نوع معين من الخلايا تصيبها دون أخرى، يسموها cell type specificities. أوكي. كمثال عندنا الهيباتيتس بي فيروس، وقبل قليل احنا ايضا انطينا امثله، عندكم امثله اخرى بالملزمه. الهيباتيتس بي فيروس من اسمه هيباتيتس، اللي هي التهاب الكبد. اذا هو راح يصيب الهيباتوسايت، يعني يصيب خلايا الكبد. هذا يسموه تروبيزم. تروبيزم يعني عنده فد انجذاب لهذه المنطقة. السبب لوجود السيل سيرفيس ريسبتر، موجودة مستقبلات سطحية على خلايا المضيف، تكون سبيسيفيك للهيباتيتس بي فيروس وليس لفيروس آخر. طيب هسه الفيروس دخل انتري الى جسم الانسان، حدث البرايمري ريبليكيشن، التضاعف الاولي، ثم الفيروس يا اما يبقى في مكانه فيسمى باللوكال انفكشن، او ينتشر الى اماكن اخرى الى الجسم فيسموه سيستميك انفكشن. وهذا الانتشار راح يكون يا اما عن طريق البلاد ستريم اللمف او اللمف، او راح يكون عن طريق النيورونز اللي هي الخلايا العصبيه، النيورون اكسونز محاور الخلايا العصبيه. الفيروس عند تضاعفه بالأنسجة راح يسبب دمج لهذه الخلايا، راح يسبب تلف لهذه الخلايا، فيسموه cell injury. cell injury. إذن cell injury هو destruction of virus infected cells، هو تحطم للخلايا المصابة بالفيروس. ونتيجة لهذا الشيء راح تظهر الكلينيكال سيمتومز اور إلنس، اللي هي الأعراض السريرية. اوكي، الأعراض السريرية. من هذه الأعراض السريرية راح تكون عديدة حسب نوع الفيروس. إذا كان إنفلونزا راح يسبب سنيزينج، كافينج، نيزل
دراينينج عندنا اذا كان الفيروس يصيب مثلا الانتستين فانه راح يسبب الدياريا بليدينج اتسترا. احنا نركز على cell injury بمعنى destruction of virus infected cells اللي هي تحطم الخلايا المصابة بالفيروس, and then the clinical illness will appear. طبعا قد تكون تحطم الخلايا نتيجة المناعة نفسها, مناعة الجسم نفسها ضد الفيروس, فتبدي الخلايا المصابة بالفيروسات انه تنتج سايتوكينات. السايتوكينات راح تسبب ايضا ضرر يا اما على الخلايا المصابة بالفيروس او الخلايا المجاورة للخلايا المصابة بالفيروس. اذا اركز وين؟ اركز على هذا. اوكي, المرحلة اللي بعدها يا أما البيشنت ريكفر فروم ذا انفكشن, يعني البيشنت راح يتشافى ويتعافى, اور ديث. الريكفري فروم انفكشن هذه هي المرحلة. اوكي, following a viral infection the host will recover or establish a chronic infection. الفيروس بهذه المرحلة يا أما يعني في مثلا في حالة لطمة حمى, صارت لطمة حمى أسبوع أسبوعين اختفت, انخفضت المناعة لسبب ما, لح يرجع ترجع الانفكشن. إذا بعض الفيروسات قد يحدث شفاء من عدها من الإصابة يسموه recovery, recover أنه الهوست recover from this infection, تشافى من هذه الإصابة الفيروسية, أو الفيروس يدخل إلى داخل خلية معينة مثل الخلية العصبية ويظل في داخلها في مرحلة السكون مثل الهربس سيمبلكس فيروس, متى ما انخفضت المناعة هو يبدي يتضاعف. اوكي, فإذا اما يحدث recovery from infection recover, or انه يدخل البيشنت إلى مرحلة الكرونيك انفكشن أو اللاتنت انفكشن, يعني الفيروس موجود اللاتنت انفكشن, يعني الفيروس موجود لكن ما تظهر عليه الأعراض المرضية. وقد يستمر الإصابة, إصابة الهوست بالفيروس يعني ما يتشافى من هذا الفيروس ويظل وياه طول العمر مثل الـ HIV هيبيتايتس بعض الأنواع. أوكي, إذا أركز على مصطلحين, أما راح تحدث recovery from infection أنه يتعافى ويتشافى, أو لا يبقى الفيروس بالجسم ويسبب chronic infection. أوكي, مع وجود بعض الأعراض المرضية, أو latent infection أنه تكون الفيروس موجود لكن ما تظهر أعراض مرضية. الـ recovery mechanism, سبب الـ recovery راح تكون هي بالدرجة الأولى هي مناعة الجسم الطبيعية الـ innate immune response أو الـ adaptive immune response. ليش؟ نتيجة إنتاج بالتحديد الـ inter Interferon and other cytokines in addition to antibodies اللي هي humoral يعني هذه راح تحدث نتيجة الhumoral immune response or cell mediated immunity.
في حالة الـ acute infection، يعني بعض أحيانا قبل قليل إحنا قلنا يا أما الشخص يتشافى من المرض أو يبقى الفيروس فترة طويلة طول الحياة يظل وياه، فيسموه كرونيك. في حالة الـ acute infection ليش بعض الإصابات تكون حادة؟ يعني يدخل الفيروس يتضاعف، تظهر الأعراض المرضية ثم يتشافى الشخص. ليش؟ قلنا بسبب الإصابة، بسبب الإميون ريسبونس، وبالتحديد لأنه دا يتكون الأنتي بادي ضد هذه الفيروسات. المرحلة الأخيرة، إذا إحنا صار عندنا بعد هذه المرحلة قلنا recovery أو يظل بالجسم chronic infection. إذا ظل بالجسم أو عندنا في مرحلة acute infection في بدايتها، راح يصير virus shedding. الفيروس شيدينج هو خروج الفيروس، انتاج افراز الفيروس من جسم المضيف الى البيئة المحيطة به. The last stage in the pathogenesis in which the shedding of infectious virus into the environment will happen. هذه هي المرحلة الأخيرة من الإمراضية، عن طريقها أو من خلالها راح يتم إنتاج الفيروسات، إفراز الفيروسات إلى البيئة. أحياناً بعض الإنفكشن ما يحدث إنتاج وإفراز الفيروس من الهوست بادي to the environment. ليش؟ لأنه the patient will dead. كما في حالة الريبيز، داء الكلب بعد الإصابة الدماغ وبدون تلاقي العلاج الكافي بالوقت المناسب، هذا راح يؤدي إلى الديث، فيكون the patient هو dead end، نقطة النهاية للفيروس، فما يحدث. The shedding doesn't occur. إعادة سريعة بالنسبة إلى الـ stages of or steps of viral pathogenesis: entry, then primary replication. والentry عرفناها. After primary replication, the virus may be stay at the entry of the infection. قد يبقى الفيروس في منطقة الدخول فيسمى local infection, or the virus will spread, فهذا يسموه systemic infection. مثال على كل واحد. طرق الانتشار عرفناها، 1-2 مثال على كل واحد. تعريف بسيط للفيرال تروبيزم. اوكي، ومثال مثل الهيباتيتس بي فيروس. Cell injury, نركز على destruction of virus infected cells. المرحلة اللي بعدها راح تكون هي recovery from infection or chronic infection. سبب recovery هي innate and adaptive immune response نتيجة تكون بالذات الانترفيرون and some other cytokines.
virus shedding. This is the last stage of pathogenesis. In rabies, there is no shedding of virus because the patient will dead. بيداء الكلب المريض يموت. آخر شيء عندنا الـ genetics of animal viruses. وراثة الفيروسات اللي تصيب الحيوانات والإنسان. دراسة الـ genetic analysis التحليل الوراثي أو الجيني is a powerful method toward understanding the structure and function of the viral genome, its gene productions or products, its gene products, and their rules in infection and disease. بالنسبة عندنا مثلا بالوقت الحالي عندنا الكورونا فيروس, الكورونا فيروس 19 and 20 ظهرت سترين الأولى ال 19 بعدين ظهرت السلالة ال 20. العلماء درسوا التسلسل الجيني أو تسلسل الجين سيكونسينج للمادة الوراثية للفيروس. هذه شنو فائدتها؟ هذه راح تنطي لها دور مهم أنه يتعرفون على الانفكشن, كيف تحدث الإصابة وكيف يحدث الديزيز, كيف تحدث سبب ظهور هذه الأعراض المرضية, وأيضا راح تساعدهم بالعلاج بالتريتمنت. أوكي, أي تغيير بالجين سيكونسينج راح يؤدي إلى حدوث ظهور سلالات جديدة. هذا ملخص الكلام. Variation in viral properties is of great importance for human medicine. نضع يمنا سؤال, نضع يمنا سؤال. The importance of antigenic stability. What are the importance of antigenic stability? في حالة إذا بقى المادة الوراثية ما صار بها ميوتيشن, طفرات وراثية, هذه راح تكون إلها فوائد مهمة عديدة. فإذا ظل الفيروس ستيبل ثابت ما بطفرات وراثية, هذا شنو راح يفيدنا؟ نمبر 1 راح يفيدنا بإنتاج الفاكسينز, فاكسينز. اوكي, viruses that have stable antigens on their surfaces like polio virus, measles virus can be controlled by vaccines. الفيروسات اللي تبقى ثابتة مستضديا, يعني ما يحدث بها طفرات وراثية, خاصة على المستضدات أو البروتينات اللي هي موجودة على سطح الفيروسات, مثل فيروس الفيروس البوليو فيروس اللي يسبب شلل الأطفال والحصبة, فهذه راح تفيدنا أنه نسيطر على انتشارها بإعطاء الشخص اللقاح. لهذا احنا كلنا ناخذ لقاح ضد الحصبة والجدري والحصبة الألمانية. ليش؟ لأنه هذه الفيروسات تقريبا ثابتة ما تحدث بها طفرات وراثية متكررة, مو مثل الإنفلونزا فيروس. أما بالنسبة لي إنفلونزا فيروس تايب A, هذه راح تحدث بيها change frequently in their antigenic
or ال surface antigen. So this is very difficult to control by vaccines. Okay, إذن بالنسبة إلى البوليو فيروس والميسلز فيروس من السهولة أو بإمكاننا أنه نسيطر عليها، نسيطر على انتشار هذه الفيروسات. كيف؟ لأنها ثابتة stable antigen on their surface، لذلك فنقدر نسيطر عليها بالتمنيع أو التلقيح vaccination. أما فيروس الإنفلونزا فمن الصعب أنه نعمل أو ننتج لقاح لها. ليش؟ لأنه دائما متغيرة ودائما تصير بها طفرات وراثية change frequently. Thank you very much. Thank you for your listening.